السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي هنشوف موقع بيخليك تتعلم برمجة بطريقة الألعاب، يعني بتبقى قاعد وانت مبسوط ولعبة حقيقية. طيب خلينا نشوف مع بعض. هو طبعا كذا مستوى ولازم تمشي بيهم بالتدريج. هنبدأ من اللعبة ديت. تمام، بلاي. الفكرة باختصار ان انا عايز اوصل للجوهرة دي، فعشان اوصل للجوهرة دي لازم امشي كده كده كده. تمام. طيب فهو كاتب لي اول سطر اهوت ان الهيرو دوت موف رايت، وبعد كده قوسين. دي الطريقة اللي المحارب ده هيمشي كده 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 عشان ايه يوصل هنا. طبعا دي اول مرحلة فبتبقى سهلة وبعد كده بتبقى اصعب وهكذا. وهنا بيقول لي الاهداف، تجنب الحاجات اللي ممكن تموتك. بعد كده هتبقى في حاجات خطيرة أثناء الرحلة بتاعتي. تمام، كولك دي جيم. طيب هقول له إن أنا هنا همشي لليمين. طب عايز أمشي بعد كده لتحت، فممكن أقول له موف داون. ممكن تاخدها كوبي بيست أو تكتبها، وأنا بشرح لك الكود أو هتعمل إزاي. ممكن تقول له هيرو موف داون أهوت. طيب بعد ما يمشي لتحت المفروض ان هو يمشي يمين، فنقول له هيرو دوت موف رايت. بعد كده اقول له ايه ران. كده اول مره نجحنا. تمام، فندخل للمرحله الثانيه وهكذا. فانت كده تتعلم ازاي تكتب كود. المفروض بقى نكتب الكود ازاي ان احنا هنمشي كده، وبعد كده ننزل، وبعد كده نجمع، وبعد كده نطلع، وبعد كده نروح الناحية دي. تمام، ونتجنب الحاجات اللي هي ممكن تموت. فانا همشي كده وبعد كده هنزل داون، وبعد كده هطلع. اعتقد ان احنا لازم نطلع مرتين، وبعد كده نتجه لليمين. يبقى اول سطر هنروح رايت، وبعد كده داون، وبعد كده اب اب، وبعد كده رايت. كده احنا عدينا تاني مرحلة. دي اللي بيسموها جيمفيكيشن، ان انت بتتعلم وانت بتلعب. خلي بالك ان في وحش هو موجود تحت. تمام، فانت المفروض ما تنزلش خالص. فبعد كده هتقول له هيرو دوت موف رايت. تمام، بعد كده هيبقى فيه ان انت طريقة هيخبط مع الوحش دوت. بيقولي دونت. هنا في حيلة صغيرة، الا هو ان انا ما عديش من الحتة دي، هو ما شافنيش. تمام، انا لسه ما كتبناش الشفرة. هي الفكرة كلها ان انا ما امشيش من المسار دوت. تمام، فانا هقول له ايه، انا همشي كده يمين، وبعد كده اطلع اب، وبعد كده اروح يمين، وبعد كده داون، وبعد كده رايت. اقول له ران. المهم ان انا مشيتش قدام الوحش.
Move down. Move right. هو الوحش متبرمج ان لو هو شافني او انا مشيت قدامه يروح ايه يتحرك ناحيتي ويموتني. فانت كده الطفل او الشخص اللي بتعلم برمجة تعلمها بشكل لعبة.